اختتمت مؤسسة إنجاز البحرين بنجاح المسابقة السنوية 16 لرواد الأعمال الشباب، وقد استعرضت المسابقة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، استعرضت المواهب الريادية لأكثر من 300 متسابق من مختلف المدارس الثانوية والجامعات في البحرين. هذا وقد شهدت مسابقة هذا العام مشاركة أكثر من 940 طالبا وطالبة خلال مراحل برنامج الشركة، ومن بين المشاركين تميز 475 طالبا وطالبة في اجتياز برنامج مهارات ريادة الأعمال. وشهدت المسابقة منافسة بين الفرق على 12 جائزة رئيسية، منها جائزة أفضل تأثير اجتماعي وأفضل منتج لعام 2024 وأفضل شركة لعام 2024. كما تضمنت المسابقة 6 جوائز مميزة تقديرا للإنجازات الاستثنائية. وستمثل الفرق الفائزة بجائزة أفضل شركة من فئة المدارس الثانوية وجامعات مملكة البحرين في المسابقة الإقليمية المقبلة لرواد الأعمال الشباب التي تنظمها إنجاز العرب، والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل. احتفلنا بمسابقة إنجاز البحرين لبرنامج الشركة. اختتمنا برنامج الشركة اليوم، والحمد لله يعني قدرنا نختار من أفضل الشركات الفائزة في مملكة البحرين على مستوى المدارس ومستوى الجامعات. طبعا اليوم الغرض مو بس نتعرف على الفائزين، نحتفل بأداء الطلبة طول هذه السنة الدراسية. تعلموا مهارات كثيرة، منها المعرفة المالية، منها الاستعداد للعمل، ومنها الريادة أيضا. اليوم شاركوا أكثر من 60 طلبة وطالبات في شركات طلابية، 20 شركة من فئات الجامعات و60 شركة من فئة المدارس. طبعا الشكر يرجع حق الجامعات اللي ساهموا وشاركوا معنا، وإلى وزارة التربية والتعليم على مساهمتهم وعطائهم الطلبة كل الدعم اللي محتاجين لها. الشكر للمدرسات والمتطوعين. 16 موسما وإنجاز البحرين تكشف من خلال مسابقتها السنوية عن مواهب شبابية ريادية مبدعة في مجال ريادة الأعمال، يتنافس فيها طلبة جامعات البحرين والمدارس الثانوية الحكومية والخاصة لحصد جوائز المسابقة بفئاتها المختلفة. حصلنا أكثر من جائزة واحدة، وأعظم جائزة اللي هي أفضل شركة في السنة، بمعنى أن بنروح السنة الجاية إن شاء الله نشارك في هالكومبتيشن بس في دبي، ويعني بنكون رمز للبحرين ونمثلهم، ويعني إن شاء الله نخليهم يرفعون راسهم منا. ناخذ نوى التمر ونسوي منه بضائع مختلفة تهدف إلى يعني ان تكون احسن بديل للبلاستيك الموجود حاليا. فاحنا عندنا 3 بضائع نبيعهم كلها من نواة التمر. كانت المشاركه يعني شيء صدق استفاديت منه، والكل من الفريق استفاد منه من يعني عده اشكال، غير ان احنا كوننا فريق وشركه وانتجنا يعني بضائع جديده في البحرين. طبعا هو جهاز تجميع الزيوت المستخدمه، وتحصل من وراه مبلغ مادي. احنا ناخذ الزيت نعيد تكريره، وانتم في نفس الوقت تحصلون منا فلوس. والحمد لله كانت تجربة واجد حلوة واستفدنا واجد، والحمد لله طلعنا بفوز. جوائز متعددة عن فئات مختلفة حصدها المتنافسون في المسابقة، لتفتح لهم آفاقا أرحب لإطلاق شركاتهم على أرض الواقع، حيث تلتزم مؤسسة إنجاز البحرين بدعم وتمكين الشباب البحريني وتوفير منصة لعرض أفكارهم الريادية، مساهمة بذلك في بناء مجتمع معرفي متقدم. أهم شيء استفدنا وايد وتعرفنا على أشياء وايد جديدة بالنسبة لنا، ونشكر إنجاز على إتاحة هذه الفرصة لنا اللي عرفتنا على ناس
ما توقعنا نتعرف عليها، واكتسبنا مهارات ما توقعنا يوم من الايام ان احنا يكون عندنا هذه المهارات. روبوت زراعي ذكي يسوي لنا عمليه زراعيه كامله بانه يحرث التربه ويبذر البذور ويسقيهم. فزنا باحسن شركه على مستوى البحرين، وان شاء الله في اكتوبر 2024 بنروح لدبي، وان شاء الله بعد هناك نفوز بافضل شركه باذن الله. تجربتي في انجاز كانت صراحه شيء ما اقدر اوصفه بالكلمات. انجاز ساعدونا طورونا شخصيا كل واحد فينا، اللي فاز واللي ما فاز. يعني انا اشكر انجاز على هالتطور اللي خلونا احنا نتطور فيه. فكره مشروعنا ان احنا ناخذ البلاستيك، اي نوع من البلاستيك، اكياس، غراش وغيرها، ونسوي منه قاشي من بلاستيك 100%، فصناعه بحرينيه وصنعناها هني. طبعا هدفنا من هالشيء نحن نقلل من التلوث، وفزنا بجائزتين. الجائزه الاولى ان احنا افضل تاثير اجتماعي، والجائزه الثانيه ضمننا اهداف التنميه المستدامه واللي تشملها مملكه البحرين. نجاح بارز حققته النسخة 16 من المسابقة الوطنية لهذا العام، وذلك من خلال عدد المتسابقين الذين تقدموا للمشاركة فيها، ما يؤكد على إنها قادرة على مواكبة تطلعات الشباب لتحقيق المزيد من النجاح وإطلاق المشاريع النوعية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع. هذه المسابقة السنوية تعد واحدة من المبادرات الرائدة لدعم الشباب البحريني وتحفيزهم لإطلاق مشاريع مبتكرة ومتميزة ليتنافسوا من خلالها على الصعيد المحلي والخارجي في مجال ريادة الأعمال. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.